جينا قياحيس والخوخه وفي المعارك لنا عنوان وفي التحيتات لاقينا سغنا الروافض كما الخرفان بالامس اخذنا الدريهمين واصبح لقانا شهود عيان واليوم في كيلو 16 قريب نوصل جبل مران عمالق اهنا عشق الهيجاء وحصار زلزال عروش الجال 20 لواء تجمعنا بعون ربي عظيم الشهر. سيقال يوما لقد انتصر الشعب اليمني العظيم على جبروت الكاهن وصحبه ومموليه من طغاة الأرض وردوهم أسفل سافلين. إنما يحدث في جبهة الساحل الغربي بالحديدة ليس مجرد حرب عسكرية بين فئتين، إنما هي حرب بين الحق والباطل، بين الحرية والعبودية، بين العلم والجهل، بين الكرامة والمذلة. إنها معركة تاريخية خالدة ستتناقلها كتب التاريخ في أروقة العالم القريب والبعيد. من قمة الضعف والغلبة سينتصر اليمن واليمنيين على الطغاة المتكبرين من عتو بالأرض عتوا كبيرا، ونالوا من كل وجه طيب حسن على هذه البلدة الطيبة. إنها معركة المعارك وملحمة ستكتب بماء الذهب. باتت هناك قناعة تامة بأنه لا سبيل للسلام سوى عن طريق تحرير الحديدة باعتبارها المنطقة الأهم والأكثر حيوية لدعم ميليشيات الحوثي الإيرانية بالسلاح والمواد اللازمة، كما أنها وسيلة الضغط الإيرانية لتهديد الملاحة الدولية واستخدامها دائما للمساومة والمزايدة. ولأن تحرير الحديدة هو الطريق للسلام، فأنه لا بد من خوض معركة التحرير هذه للنهاية وعدم التوقف تلبية لطلبات أي جهة بحجة إعطاء فرصة للجلوس للمفاوضات، خاصة بعد أن ثبت بوضوح أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تستخدم هذه الورقة دائما كلما زاد ضغط المعارك عليها، ثم بعد ذلك تتهرب من الحوار والمفاوضات بأية حجج وهي. عملية تحرير الحديدة قد أعلن عن انطلاقها بالفعل، وها هي الضربة المفاجئة التي باغت بها الجيش الوطني والتي سبقها تمهيد من قوات التحالف العربي بغارات مكثفة على مواقع وتحصينات ومخابئ للميليشيات، تؤتي ثمارها بسقوط كم هائل من الخسائر في صفوف الميليشيات مع تقدم كبير لقوات الجيش الوطني في مواقع متعددة استراتيجية. لقناة عدن الفضائية ريهام جمال.